مرحبا، اليوم عم التقي فيكن لأقدم لكم كل الشكر وكل المحبة وكل الامتنان لعلاقتنا الجميلة ما بين الموسيقى الناتجة عن الكمان الساحر وأدانكن الحلوة اللي بتحب تسمع موسيقى جميلة وتحب تسمع الكمان الساحر. شكرا كتير لكم، بس حابب اشرح بعض الاشياء للاصدقاء اللي بيطلبوا مني اشياء. يعني الحقيقة انا ساعات بزعل من حالي انه ليش عم برد بهالطريقة، وساعات ما برد، يعني ما بعرف كيف الاقي طريقة للتعامل مع الاشخاص اللي بحبوا يستفيدوا من دعمي الهم او مساعدتي الهم او الى اخره. لذلك رح اشرح بعض النقاط تتعلق بتعليم الكمان العربي. تعليم الكمان العربي اولا واخيرا هو منهج للتعليم، لكن منهج ما نو عادي. يعني المنهج ما نو انه يعني ميتود بدي اعزف واروح عند المدرس ويقول لي واقول له، لا، هو منهج يعني ما كان متوفر قبل، اتوفر حاليا بسبب التكنولوجيا والبرامج اللي عم نشتغل عليها. فاول شيء برنامج تعليم الكمان العربي هو عبارة عن فيديوهات بتوصل المشترك اللي اولا لازم يخضع لاختبار اذن موسيقية لحتى يكون متاح له انه يتعلم آلة الكمان وينجح عليها، وهذا لمصلحة المشترك، يعني مش لمصلحتي هذا الطلب، وبعمله انا دائما مجانا اللي هو اختبار الاذن الموسيقية. ولما بيقبل الطالب من ناحية الاذن الموسيقية فقط يتوجب عليه يدفع الاشتراك. الاشتراك عم بستغرب انه الناس احيانا يعني ظروفها صعبة، اوكي هذا بفهمه، لكن انه اللي ما بفهمه انه خلص عم نقول المبلغ، عم نقول الارقام بشكل علني، ما في داعي انه اذا نحن ما قادرين نشترك انه بدنا نحاول نشترك وبطريقة انه عطينا منح. هذا شيء صعب. انا قلت انه السنة الاولى $600، السنة الثانية $800، السنة الثالثة $1200، بهذه الطريقة الاشتراكات المالية بالنسبة لتعليم الكمان العربي. لكن مسألة المنح، المنح أوكي إن منحت وخلصت، يعني دائما حتى الإنسان إذا بيعمل منيح بيعمل منح لا بعدد محدود يقدر عليه، لكن في ناس إلى آراء أخرى إنه أنت لازم تعطينا منحة لأنه نحن ما معنا فلوس، فأنت لازم تساعدنا لأنه نحن موهوبين. لأنه نحن مين بده يحكم على هذا الشيء؟ ما حدا بيقدر يحكم على نفسه إنه أنا موهوب ورح أكون شيء عظيم في الأيام، بس أنت أعطيني منحة. الشغلة ما أنا إجبار، أنا مجرد ما أحس الموهبة بأي إنسان ما برده حتى لو على قطع رقبتي ما برده، لما بعرف حالي أنه جهدي ما رح يروح ببلاش، مش فلوسي، لا، جهدي وتعبي واهتمامي، وقتي أغلى من الفلوس، واهتمامي أغلى من الفلوس، والمساعدة أغلى من الفلوس. لكن أنا بعرف وين حط المساعدة، لأنه أنا مش عم بعلنها هيك يعني لحتى أتباهى فيها، أنا عم بعلنها لحتى أقول إنه في أمل لإنسان يكون عنده إمكانيات، وهي الإمكانيات بدها تكون عنده هو بدي أثبت له إياها، مش أنا بدي أثبت له إياها، مش أنا بدي أثبت له ليش عم برفضه. وبعدين دائما بحترم الطريقة في الحوار، يعني لما حدا بدي يحكي معي أو ينتقدني، أو في فرق بين النقد والانتقاد. يعني أنت بدك تنتقدني، هذا إذا أنت مقرر إنك أنت إنه أنا سيء وبدك تنتقد ما فيني من السوء. لكن أن تنقد عملي، أنك تناقش عملي من الوجهة الجيدة ومن الوجهة السيئة، فإذا حكيت عن الجزء الجيد بشكل مزبوط ساعتها مسموح لك تحكي عن الجزء الناقص والجزء السيء بشكل أيضا مسموح، لأنك يعني في الحقيقة بهالطريقة ما كنت خصم، أنت كنت عم تنقد، عم تبين الأشياء. هذا إذا كان عندك معرفة أصلا فيما تنقده، لأنه النقد يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى بلاغة في الحديث وأدب. فأي واحد ما بتستخدم هذه اللغة والبلاغة والعلم ما في داعي له ينقد، ممكن يعطي رأيه وخلص، يعطي رأيه في أنه أنا بحب أو ما بحب، مبسوط أو مو مبسوط، لكن يعطي رأيه أنه يقول لا هون غلط وهون صح، أنت ما بتعرف الصح من الغلط، لا تقول، قول أنه أنا ما كنت مبسوط، أنا مبسوط، أوكي، أنا بحبك، أنا ما بحبك، أنت حر، هذا رأيك.
لكن انك تنتقد شخص ما بس لانك انت بدك تعطي رأي، هذا شيء ما بيشجع. ويعلم الله انه عم بيشتغل بجهد وبجد لحتى كمل يعني منهج الكمال العربي، والمسألة صارت ثقيلة في السنتين الرابعة والخامسة، لأنه يعني بدي أعرف كيف أوصل العلم الصعب بأسهل طريقة ممكنة. هذا بحتاج كتير كتير من التعب والدأب والجهد. فأنا كتير بشكركم وبشكر دعمكم، ورح تابع مشواري معكم. بس رجاء رجاء اللي بده ينتقد، لا ما بدنا ننتقد، اللي بده ينقد أهلا وسهلا، النقد مباح. بس كمان إذا ما ندارس موسيقى، إذا ما بيعرف الموسيقى، إذا بس مسألة ذوق ومزاجه الخاص، مزاجه الخاص على عيننا ورأسنا. أنا بحترم المزاج الخاص لكل إنسان، يقول أنا حبيتك أنا ما حبيتك، أنا حبيت عزفك أنا ما حبيت عزفك، أوكي هذا ما حبيتني الله معك، لا لا بقى تفوت على قناتي، لا بقى تزعل حالك وتزعج نفسك وتجي تسمعني. بس واحد بيجي داخل على قناتي مرة واثنين وثلاثة وبالآخر أنه بده يقول عيبه وما حمني أو ما، يعني هذا كلام؟ بدك تفوت على قناتي؟ أوكي عاجبك أهلا وسهلا، ما عاجبك مع السلامة. لا عم بستجدي متابعين، ولكن حلقة بحط لك أنه اكبس على زر السادة، أنا ما عم بطلب. اللي بحب يتابع قناتي، اللي بحب يتابع عزفي، اللي ما بحبني اللي بحبني، كله هذا حرية. لكن بليز خلونا نكون ناس راقيين بنفهم شو يعني الفرق بين النقد والانتقاد. شكرا لكم.